لإسرائيل عدو الشعب. الموت الموت لإسرائيل عدو الشعب. هذه المسيرة التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومنع التطبيع هي مسيرة الشعب المغربي الذي نزل اليوم في العاصمة كما نزل في مسيرة سابقة ليقول بصوت واحد لا للتطبيع، وينبغي إسقاط التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالعاصمة الرباط بصفة نهائية. وهي مسيرة توجه تحية تقدير والإجلال والإكبار للمقاومة الفلسطينية على الملاحم البطولية التي تسجلها في ظل صمت عربي مخزي، وفي ظل تواطؤ دولي للأسف، وفي ظل عجز المنتظمة الدولية على اتخاذ قرارات جريئة لوقف إطلاق النار. إن إيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني أصبحت هي المطلب الرئيسي لشعوب العالم. دعم الشعب الفلسطيني هو واجب وطني، وخاصة في ظل الحرب الإجرامية الصهيونية التي تشن ضد الشعب الفلسطيني، وعملية تطهير العرق الممنهج الذي يشنه هذا الكيان الغاصب العنصري والفاشي على الشعب الفلسطيني. فاليوم يؤكد الشعب المغربي على أن قضية الفلسطيني هي قضيته، وأن لا مفر من إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني وإلغاء جميع الاتفاقيات التي أبرمها النظام المخزني مع هذا الكيان الغاصب، وأساساً كذلك إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط. هذه المسيرة اليوم هي محطة من محطات تفاعل الشعبي المغربي منذ 7 أكتوبر مع معركة طوفان الأقصى، والشعب المغربي المحب لفلسطين، المحب للمقاومة، المحب للقدس والأقصى يخرج منذ 7 أكتوبر للتعبير عن احتفاله بالانتصار الذي تم تحقيقه في معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، التي ألحقت هزيمة نكراء وهزيمة قاسية بالكيان الصهيوني، وزلزلت الكيان الصهيوني اليوم لتداعت أمريكا وحلفائها تقديم الدعم أكثر من تقديم الدعم تشارك في الحرب اليوم على أهلنا في غزة. ذلك الشعب المغربي منذ 7 أكتوبر وهو يخرج بالآلاف في استفتاء شعبي على تأكيده لرابطته وذاكرته المشتركة في القدس وفلسطين، ويطالب الدولة المغربية بأن تستمع لنبض الشارع وتسارع إلى اتخاذ المواقف الكفيلة بالضغط على الكيان الصهيوني، وليس أقلها هو الإعلان الرسمي عن إلغاء التطبيع وإسقاط التطبيع. نخرج اليوم في مجددا في مسيرة شعبية وطنية يشارك فيها الشعب المغربي من أجل إبلاغ صوته إلى المسؤولين المغاربة بضرورة إسقاط التطبيع، وأنه لا يمكن الاستمرار في هذا المسلسل مع كيان إجرامي غاصب يقتل المدنيين، يقتل الأطفال، يحتل الأرض ويدمر المستشفيات والكنائس والمساجد. لا بد من إسقاط التطبيع الرسمي نهائيا بعد أن أسقطه الشعب المغربي شعبيا. أيضا هي رسائل إدانة للكيان الصهيوني وللإدارة الأمريكية التي تباشر حربا على غزة بدعم غير مشروط من عدد من الدول الغربية، وهي رسالة ثالثة إلى كافة شعوب العالم وأحرار العالم، إلى الشعب المغربي أن يستمر في صموده في دعم صمود الشعب الفلسطيني إلى حين تحرير أرضه واستعادة كافة حقوقه المغتصبة، أرض فلسطين من البحر إلى النار وعاصمتها القدس الشريف. جئت ضمن الجماهير المغربية ومختلف الممثلين للقوات النقابية والسياسية والاجتماعية لنؤكد من جديد تضامننا مع الشعب المغربي من الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل تحرير بلاده وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. إننا ندين الكيان الصهيوني من جديد، وندين كذلك حلفائه على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، ونطالب مختلف المنظمات الدولية بالتحرك من إيقاف هذا العدوان وتقديم المسؤولين عنه إلى المحاكمة الدولية.